لنا حلقتنا ورح نستقبل شيف شادي نصيف. اهلا وسهلا فيك شيف. شو رح نحضر اليوم؟ شو اليوم عندنا؟ سلاد كينوا. انا اوريدي سلقهم بس لاربح شويه وقت مش اكثر، لانه عندنا لف صموت نعملهم رول مع جبنه، جبنه كنايه عن كريم تشيز وعن جبنه بالغاره خلطها مع فتة وزعتر. سو كومبينيشن جبنه كثير طيبه بتلبق مع عاده بحطوا كريم تشيز هن مع السالمون. حبيت هيك خلي لها شوي توش اورينتال اللي هو الجبنه بالغاره مع شويه زعتر. بنبلش يلا. بس قبل، لو سلقت الكينوا بدك تخبرنا كيف سلقتها؟ اكيد يعني هو شيء كثير هين بس لنربح وقت. الكينوا كنايه عن حبوب بيكونوا دراي ناشفين قريبين كثير كالتكستور على البرغل. نحن بنحط مي على النار بنخليها تغلي، بنرجع بننزل الكينوا تقريبا 8 ل 10 دقائق، مشان هيك انا حبيت اربح الوقت. بصير عندنا هيدا الشكل اللي هو بتشوفي هون حبه الكينوا هيك طلعت مثل برعم صغير، هيدا بدليل انه هي استويت وما لازم تطلع عن هيدا الشيء لانه بتصير اوفر كوكت. سو هيدا افضل اذا بدك تكستشر للكينوا. سو هو من 8 ل 10 دقائق بمي مغليه، بنرجع بنشيلهم بنصفيهم بنبردهم مثل الباستا بمي مسقعه. اوكي واضحة جدا مثل الكاستا، انا كثير هينة. اوكي بدك تتباهى هلا تخبر انه انت اعطيتنا وصفة الكاستا وجربتها وزبطت اوكي. عندنا هون ريد كابج اللي هو الملفوف الاحمر. كاستنا دقيقة بالمايكروويف، جربتها للطريقة اعتمدتها وزبطت ونجحت. قلت له لشاف شادي عن جد بيضت لي وجهي شاف. منيح ما زبط، وهونيك المصيبة كانت. شاف انا بدي اسألك، كاستنا قصيناها بالاول قبل نعم ودقيقة بس بالمايكروويف؟ دقيقة بالمايكروويف. هلا قلنا الطريقة تبعتك أكثر ولا أقل؟ دقيقة بالمايكروويف إذا بتحبيها بعدها قاسية، يعني نحن بنحب الكاستنا بتقرش. إيه إذا بدك تزيدي ترجع بتحطيها أو بالمقلية، بس بتكون هي استوت وفيك تقشريها بكل سهولة. أوكي. اللي هي بتاخد معك دقيقة بس، يعني دقيقتين بالمايكروويف بتكون كتير مستوية. جربي دقيقة وبعدين أرجع منزيد شوي. ميرسي شفيها. رح فل أنا بكمل الحلقة بتفرمي. طيب هلا لكن عم نفرم الملفوف الأحمر. أوكي رح نفرم هون ملفوف أحمر بهذا الشكل، منه يعني مفروم بوتي دي. رح اخلطهم هولي مع الكينوا، هولي رح يعطونا لون واللي يعطونا تكستور شوي الكرانشي اللي بتقرقش بقلب التم مع الكينوا. روسات كتير هينة. رح ضيف لها بعد ما نكون زحنا هول لهون، رح نضيف لها الخيار رح نقصه كمان بنفس الشكل. هي رح تعطيها لون وأكيد طعمه، لأنه الخيار طيب وغني بتطلع فريش أكثر مع صحيح. مع الخيار. أوكي هو الخيارات رح نستعمل خيارتين. نحن عم نعمل بورسيون لشخص واحد، إذا حبينا نزيد الكمية بدنا نزيد خيارة تانية يعني ثالثة، بدنا نزيد كمان سومو، بدنا نزيد كينوا. نحن رح نعمل اليوم بورسيون واحد. هي سلاد إذا بدها تكون يعني لا او حصه نعم لشخص واحد، بس فيها... بتكون مع شيء ثاني بنقدر نتشاركها شخصين. صحيح يعني الكميه حرزانه. اوكي هون عندي الكينوا، رح نبلش الرسات تبعنا. رح نضيف لها الريد كابج اللي هو رح يعطيها مثل ما قلت لون وطعمه طيبه كثير. رح نزيد كمان نرجع شوي من البلسميك، لانه هيدي الصوص رح تكون منه وفيها. رح نزيد بلسمك الجليزد يعني بتلاقيه شوي كونسنتري، مانا بحاجه اكثر من هيك. رح نضيف لها زيت زيتون، ملح، بلاك بابر اللي هو بهار اسود حار، ملح، نرجع نضيف لها دبس الرمان، شو ميا عجبتك لهلا؟ انا عم راقب صراحه لانه المكونات يعني ما عم نحكي عن شيء صعب، شيء هين. وهلا بتشوفي مع السومو والجبنه قد ايه الكومبينيشن بتصير طيبه، بتلبق اللون كديسبلاي كبرزنتاسيون للصحن تبعنا والطعمه. طيب اذا ما بدنا نستعمل كينوا فينا نستعمل شيء ثاني؟ فينا نستعمل فريكه، فينا نستعمل قمح. هلا برغل اكيد لا، بس هو الاكثر شيء يعني للعقل اليوم قريبين بالطعمه وبالحصه الغذائيه. اذا بدك كمان هون خلطنا الكينوا تبعنا، رح نضيف لها شوي من زيت الزيتون، بصير عندنا صوص كامله. صوبت بحاجه نحن
لصوص أسايد. كتر له زيت؟ لا لا، هي الحلو بالكينوا انه بتشرب الصوص، والبلسمك ودبس النعناع بينعدوا اثنين فيهم اسيديتي وفيهم سويتنس. بدنا نكسرهم شوي بزيت الزيتون. صحيح، بس هلا بطل فينا نشارك، يعني بتقولي لي هيك بقول لك انا ايه دغري، لانه اليوم صار عندك خبره بالكستنا. شايف ايه، ايه خبره كستنا مش هينه، تكبسي كبستين يعني. بس بسيطه يعني انا هيك صرت اقول لهم لحظه، في شيف شادي علمني طريقه، خلص اتكلوا علي. صح، قلت لك شيف شادي اوعى ما تزبط، وعد بهدلنا. وعد بهدلنا. اوكي، هلا الاهم من كل شيء، رح نفرم بس شوية سان درايد توميتو، لأن رح نعوزهم بالخلطة. كمان بتعطيها هيك جو حموضة كتير طيب. ليه عم نشوف فستق حلبي؟ زينة ولا كمان؟ لا بالمبدأ مش زينة، هو اللي رح نعوزهم بالرسات. يعني ما فينا نستعملهم هلأ. فيك إنه حبة بتقطع. لا تفضلي عن جد. Thank you. بيستاشي رح نعوزهم آخر شيء على وجه الجبنة مع السومو. أنواع جبنة كمان ما فينا نغير، هون بلا فينا نحط محل بالغارة فتة الكريم تشيز، بارك نقلل شوي نزيد نوع تاني، بس بالمبدأ فتة كريم تشيز بالغارة، هول التلاتة الأكتر شي بيلبقوا. رح استعمل كمان هيدي الخبزة، رح قصها لأنه هي رح تكون الكروتون تبع السلاد. رح نتفضى آخر شي للصومو تبعنا اللي هو سمك السلمون المدخن. الخبز بيدخل معك شاف ومعنا كلنا بالسلاد بالسوب بال، هو هيك بس بيكمل يعني وبيعطي طعمه. هون رح احطهم بقلب المقلية بدون زيت بدون شيء، تنخلي شوي السلاد تبعنا هيلثي. رح حمصهم وجه وقفا، رح نستعملهم بعد شوي بقلب السلاد تبعنا. اوكي، بدنا ندور الغاز. داير اذا بدك تقوي شوي صبا حطيه على السنك محل ترون. اوكي، صايره برو بالقصص. اوكي، هون رح استعمل السلاد تبعي، رح احطه بقلب هالبيراميد كرمال نطبه بقلب الجات السلاد. وهلا فينا نعمل شغلتين بالسومو، فينا نعملهم رول نحشي السومو جبنه، او فينا نعملهم كرامبل يعني نحطهم هيك ايباربيه بقلب الجات السلاد. سو هلا بنجرب الطريقتين. من نوع عم نعمل الطريقتين؟ هي طريقتين بالشكل يعني، بس المضمون رح يضل واحد، والكومبينيشن رح تضلها كتير طيبة. سو أيها رح نختار؟ اللي بدك إياها. نعمل الاثنين هلأ إذا في وقت، بنعمل الاثنين لأنه التاني كتير هيني، مجرد بس نترشيهم بس على وجه السلاد. شاف كتير مهم الشاف. نعم. يلي بيكون عم يعطينا نصايح وبعض الأفكار بالأكل، تكون الطريقة سهلة، تكون قريبة لنا لمطبخنا. أكيد. لحياتنا، ستيل حياتنا، وتكون عن جد يعني على الأرض بتطبق وبتكون كتير طيبة، وهذا اللي بيصير معك دايما إن شاء الله. ميرسي. هون منيحة هيدي، منيحة هاي، كتير منيحة هاي. رح نخليها هون هيك بهذا الشكل، رح نشيل تيكون عنا دعم مهضوم كتير. هون الخبز وين صاروا؟ بعد بدهم، هلأ إذا بدك تقلبيهم فينا نقلبهم. تفضلي. وهلا انا هون رح بلش اعمل السومو على الكاتينج بورد الازرق. نحن هون لازم الكل يعرف انه اهم شيء هو الكاتينج بورد بالبيوت بالريستوران، بحي الله مطرح نكون عم نستعمل البلانش اديكوباج بهذا الشكل، يعني ازرق عم نحكي كل شيء سمك. الدجاج هو اصفر. هلا وقت هون لضيق الوقت والاسباس يعني مستعمل هيك، بس ليعرفوا المشاهدين انه هيدي السلاد عاده ما بتتاكل. سو بنصح الكل ولازم انه استعمل كاتينج بوردز بالبيت بالريستوران، كل وحده لشيء، يعني الحمراء للاحمر، البراون عاده بتكون لكل شيء كوكت كل شيء مطبوخ، الخضراء لكل شيء خضره، والبيضة عاده للاجبان والخبز. اوكي، سو هيني حمراء للحمراء، اللحمه الحمراء. صحيح. خضراء للخضر، خضرة والصفراء للون البحر. مزبوط، والصفراء صفراء قلنا للدجاج، ووحده ننقيها بالبيت هي لكل شيء مطبوخ، يعني اذا حبينا نقص لحمه مطبوخه دجاج مطبوخ يكون عندنا كاتينج بورد. بتتغير الطعمه؟ لا، هي كرمال البكتيريا ما ينتقل البكتيريا من شيء. لا بس كشاف ما بتتغير الطعمه يعني، طيب الا اذا كانت صحيح ما بتتغير، بس انه هي كفود سيفتي اضبط انه نستعمل هيدا التكنيك بالكاتينج بوردز كلهم. يعني يكونوا موجودين ما بياخذوا كثير اسباس. هون رح احط انا الجبنه بقلب السومو، ورح نحط خيار كمان، بصير عنا سومو وخيار وكريم تشيز مع بلغاري وزعتر. يامي، الروسات طيبة كتير. وآخر شيء رح نحط الساندرايد توميتو مع البيستاش على وجهه،
يعني رول كتير هين ما بياخذ كتير وقت. رح نحطه هون على جنب. يلا فينا فينا نطفي النار اذا بديك لانه عبقنا. لو ما عبقنا كنا خليناها. هون رح اعمل بعد رول ثانيه اللي هي كنايه مثل ما ذكرت كريم تشيز مخلوط مع زعتر وخيار بوتيدي. نحن مش بحاجه اكثر لبورسيون وحده من هول اثنين رول. وهلا بقول لك كيف نقصهم بشكل سلايسز مبرومين. اوكي رح نغير القانطة اكيد طبعنا. هي بترجع القصه لكل واحد ذوقه يعني قد ايه بنحب السومو تكون اكثر من السلاد بكميه كبيره أكيد. يعني بس هيدي الطريقه وسط صحيح. هلا رح نقص السموك سالمون تبعنا مثل ما قصينا الخبز تقريبا. يعني رح جرب هن شوي شغلهم ثقيل يعني كان في اعملهم ورده وحطهم بس كمان هيك بيزبطوا معنا هيك. السلاد يعني اهم شيء ما كثير تعوز شوكه وسكينه يعني تكون هينه للاكل. مثل ما عم تشوفي هون بشوكه فيك تاخذي كل شيء صحيح. الكينوا خالصه في الصوص موجود فيها مع الانجريدينس اللي حطيناهم هلا بقلب السومو يبقى دائما كمان الزينه معك شيف شادي. انه الجارنش هي اول شيء بشوفها الضيف او الزبون لازم تكون شوي هيك مهضومه. وهلا اذا بدي هيك لنعمل ورده هيك مهضومه على وجه البلته. نحن بهمنا تضلك راضيه علينا هيدا اهم شيء. ضلك تعطينا وصفات هيك سريعه و اوكي رح نحط البيستاش اللي هو محمص بالفرن مدة 5 دقائق على كل حبة سومو. عن جد طيبة كتير فيها غذاء وسهلة وسريعة. سريعة عن جد. والأهم شيء إنه الكومبينيشن تبع هيدا السلاد بضل عنا هون السان درايد توميتو اللي رح نرشهم عليها وهيك بتكون السلاد تقريبا أو كليا خلصت وصارت ريدي للاكل وصحتين. هاي لك شكرا لك شيف شادي نصيف. اهلا وسهلا فيك بفتح الحياه. شكرا دائما دائما على كل هالوصفات يلي بتشهي واللي كثير سهله. من السمو رح خبرك عن حريات بالبحر. شو رايك؟ بعدنا بالبحر. بعدنا رح نروح لكان على فنلندا ونشوف شو قصه حريات البحر.